السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم سام سويدي بودكاست صفقة الموسم مع اللاعب الأرجنتيني ماتيوس بالاسيوس. قبل ما بعرض عليكم التغريدات نزلت ثريد، اللي حاب يقرأ الثريد بتلقون الروابط موجودة في الوصف. بعد ثلاثة أيام إن شاء الله تاريخ 19/7 بيعسكر في ألمانيا والنمسا وبيلعب 8 مباريات ودية. قبل فترة تعاقدنا مع الأوكراني أندري يرملينكو بيلعب كلاعب جناح يمين، وبالأمس الحمد لله تعاقدنا مع اللاعب الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس. فاللاعب شفت فيديوهات، اللي حاب يشوف الفيديوهات بتلقون موجودات في أعلى الشاشة. اللاعب ذكرني بمهارات عموري وإبداع فالديفيا وأسلوب ركلمه، فطلع ماتياس بالاسيوس. صفقتي الميركاتو، هذه صور يارمالينكو في المؤتمر الصحفي شل غرشة كولا، ومن بعدها اللاعب كريستيانو رونالدو قلد. الصورة الثانية اللي على اليمين اللاعب ماتياس بالاسيوس مع أحد معجبيه، ما أدري أتوقع ميسي. وتعقيب ماتياس بالاسيوس لاعب العين الجديد سيتم قيده كلاعب مقيم وليس كأجنبي، والمادة رقم 4228 في اللائحة المستخدمة توضح هذه النقطة، في حال لم يشارك اللاعب مع المنتخب الأول لأنه لعب في المراحل السنية. يستطيع تمثيل أي نادي محلي كلاعب مقيم مع توافر باقي الشروط، لكن لاعب له مستقبل يعني مع المنتخب الأرجنتيني. المهم نكمل. تغريدة من يو اي سبورت نيوز، أبرز المقيمين في الفريق العين الأول إيريك رافائيل ماتياس كوامي، لاعب واحد فقط يلعب أساسي، من تفضل؟ احتمال كبير تجنيس بعض اللاعبين، فبنشوف إن شاء الله في البودكاست الجاي باكر إن شاء الله بنزل فيديوهين، قرعة دوري أدنك محترفين وقرعة كأس رابطة المحترفين أو كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفيديو ثاني بنزل التشكيل المتوقعة وآخر أخبار انتقالات اللاعبين. يعني الحين نشوف مستوى اللاعب من خلال مشاهدة الفيديوهات، مثل ما قلت اللي حاب يشوف الفيديوهات تلقون موجودات في أعلى شاشة. أول شيء خلونا نشوف تفاصيل اللاعب ماتياس بالاسيوس، أرجنتيني 20 171، مواصفات يربط من خطوط بناء الهجمة، تمرير من خارج القدم ورؤية للملعب. مشاهدة فيديوهات بصراحة في من لمسات عموري. أني يشوف الحين مستوى اللاعب، العمر صغير، لاعب مهاري وتمريراته ممتازة، جيد جدا بدنيا في السرعة، مركز الأساسي لاعب وسط مهاجم ولاعب محور، لعب ممكن شارك مباراة أو مباريتين في الأجنحة. أني الحين نشوف إحصائيات اللاعب، مركز الأساسي لاعب 26 مباراة، سجل 3 صنع 4 يعني ساهم 7 مرات، يساهم في كل 334 دقيقة، لعب كلاعب محور 8 مباريات، سجل 3 صنع مرة، ساهم 4 مرات، ساهم في كل 180 دقيقة. مع نادي بازل لعب 46 مباراة، سجل 3 صنع 7. فهوية اللاعب موهبة شابة، للحين ما نعرف اللاعب هل هو صانع لعب مهاجم ثاني، بنعرف إن شاء الله بعد نهاية الموسم راح نعرف مستوى اللاعب. يعني نشوف الحين وين يلعب أكثر شيء، يلعب كلاعب وسط مهاجم بنسبة 76% و 24% يلعب كلاعب محور. المساهمة سجل 55% وصنع 45% بشكل عام. يعني نشوف الحين مركز الأساسي للاعب، يلعب كلاعب وسط مهاجم، سجل بنسبة 43 وصنع 57%، يساهم في كل 334 دقيقة. لاعب محور مثل ما قلت لعب بنسبة 24%، سجل 75% وصنع 25%، يساهم في كل 180 دقيقة. لاعب صغير في السن، بنشوف إن شاء الله مثل ما قلت راح نقيمه بعد نهاية الموسم. بعد التعاقد مع اللاعب ماتياس بالاسيوس أتوقع أنه راح يلعب كلاعب وسط مهاجم. فلو نشوف الحين تشكيلة الفريق، يكون عندنا 4 محترفين مقيمين و3 مواطنين ومركزين شاغرين، عدد المحترفين 5 ولاعب مقيم 1. هذا ان شاء الله راح اتكلم في البودكاست الجاي تشكيلة الفريق، باكر ان شاء الله مثل ما قلت بنزل فيديوهين. بلاحظ ان بالاسيوس مساهمته اقل، ولكن اللاعب صغير في السن،
فبنشوف ان شاء الله مع المدرب سيرجيو روبروف كيف راح يلعب وباي اسلوب، لاعب حركي، لاعب مهاري، لاعب صغير في السن، اتوقع انه راح يتطور موهبه ارجنتينيه صنف من افضل 90 لاعب شاب في عام 2019. صفقه الموسم، لان من بعد ما طلع جوانكا الحمد لله تعاقدنا مع لاعب رقم 10، لاعب وسط مهاجم، اللاعب الارجنتيني بالاسيوس. في البودكاست السابق تكلمت عن يرمولينكو، إنه نحتاج لاعب وسط على سبيل ساندة، وتعاقدنا مع اللاعب بلاسيوس، فبيكون اللاعب قريب من ثلاثي الهجوم. أبغى أشوف تعليقاتكم، رأيكم عن اللاعب بلاسيوس، وإن شاء الله ألتقي بكم في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.